أحبائنا المسلمين دائما بيقولوا أنه بيتكلم عن شخص من بني إسماعيل، لأنه إسماعيل يعني من أخو، يعني أخو إسحاق. صدقني يا سيس نزار، أنا لما بمسك النبوة نفسها وأنا بدعو المشاهد أني النهاردة ياخد وقت كده بينه وبين نفسه ويجي بإخلاص قدام الرب، ويجي محايد اللي بنقول عليه نيوترال بلا، ويقعد كده يقول يا رب فهمني. طب أنا بقول لأي واحد، امسك نص النبوة، نص النبوة، واسأل نفسك الأسئلة دي. أول حاجة، من الذي سيقيم هذا النبي؟ لو قرينا النص بتاع النبوة، نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم، يعني مش هيقوم من نفسه، مش هيدعي النبوة، لكن بالعكس. طب اقرأ النبوة دي وشوف الرب يسوع حصل معاه ايه. لما تمسك النبوة دي وتشوف الرب يسوع حصل معاه ايه، لو فتحنا مثلا إشعياء 42 آية 1، هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه، ويكمل كل النبوة. بيتكلم عن مين؟ عن مين؟ ده مش بيتكلم عن عبد بمعنى عبد. ده الرسول بولس قال أخلى نفسه آخذا صورة عبد، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه، أخلى نفسه. وبعدين لما نيجي نكمل نلاقي المسيح فقط هو الذي أقيم، ومين أقامه؟ الآب. هو ده، هو ده. لمن وجهت النبوة هنا؟ وجهت لبني إسرائيل. فهو بيكلم مين؟ بني إسرائيل. يقول له نبيا مثلي سيقيم لكم. ما كانش بيكلم أمة تانية. يعني لو جيت أنا قلت أفترض ده الكلام عن بوزة، له على أساس يعني إسماعيل له جزء أو علاقة مع العرب، لأنه نبي الإسلام نبي عربي مش يهودي. ما ده اللي هيخليني أقف قدام سؤال مهم جدا، كلمة إخواتك. كلمة مين المقصود بكلمة إخواتك؟ لما بيقول له نبيا، أولا لما نمسك نص النبوة بدأ قال له يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك. يعني يا كل مشاهد اقرأ النبوة بالتطبيق وانت هتلاقي من وسطك. دي البداية، من شعبك، من وسطك، من صلبك، يعني من صلبك، من اليهود. أنا بكلم القسيس نزار وأقول له من وسطك هيقوم كذا. من وسطك يا مين؟ مش من أي حد تاني، مش من أي عيلة تانية. وبعدين يقول له من إخواتك، من إخواتك. طب لما أجي لكلمة إخواتك، القرينة القريبة والبعيدة، بتقول مين؟ مين على مين تنطبق كلمة إخواتك؟ على مين؟ على بني إسرائيل. أنا بقول يا أسس نزار، لو فتحنا مع بعض، وأرجو أن كل مشاهد يبص النبوة في تثنية 18، لو قرينا آية 1 و2 في تثنية 18 بتكلم عن مين؟ هذه كلمة إخواتك باينة. وفي تثنية 17، في تثنية 18 يقول الكلمات الآتية: لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل، يأكلون وقائد الرب ونصيبه، فلا يكون له نصيب في وسط إخواته. وبيكلم بني لاوي. بيقول لا يكون له نصيب في وسط إخواته، الرب هو نصيبه. لما يقول ما يكونلوش نصيب في وسط إخواته، كلمة إخواته مين المقصود بيها؟ طبعا بني إسرائيل. بني إسرائيل، بني إسرائيل. بلاش كده، لما نيجي لتثنية 17 آية 14 و15، اسمع الكلمات. يقول له متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها، فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي، فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخواتك. لما يقول له تجعل ملك من وسط إخواتك، في تاريخ بني إسرائيل كله سمعنا أن أقاموا ملك من أي جنس تاني؟ لما يقول له تقيم ملك من وسط إخواتك، يعني منين؟ من وسط إخواتك. وعلى فكرة الآية اللي على طول بنفس يعني القرينة في آية 16 بعد آية 15 بقول له لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا بالزبط. ليس هو أخاك. بالزبط يعني كده. بحدد بالضبط، يعني بالضبط بالضبط. فبيحدد الحاجة التانية، لو إن هقولي إخواتك، طب مين أخو يعقوب؟
أخو يعقوب عيسو مش إسماعيل. يعني عيسو هو الأخ التوأم والشقيق ليعقوب، لكن إسماعيل مش الأخ. إسماعيل تزوج ابنة عيسو. فلما اجي هنا 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 ده الامر، لكن هنا انا بتكلم على كلمه اخواتك بقى. اخواتك يعني شعبك. معقوله الرب بيقول لشعبه نبيا مثلي يقيم لكم الرب الهكم؟ يعني خلينا ناخدها بالمنطق كده، وهو بيقول لهم بشره خير. يعني ده موسى هو بيقول للشعب، بيفرح الشعب ان نبيا مثلي يقيم لكم الرب الهكم، فبيقوم بيتكلم على نبي هيحاربهم